السلام عليكم علو، نكمل في البارت الثاني من شرح محاضرات العضلات، اللي هو بدنا نحكي عن muscles of the abdomen اللي هي عضلات البطن. تمام، هي جزء بارت خفيف، البارت الثاني يعتبر أخف بارت، وفي يعني جزء خفيف حفظ بس أسهل من اللي قبله إن شاء الله. تمام، هسا بدنا نحكي عن، حكينا muscles of the abdomen، بحكي لك في عنا عضلات anterior lateral بتيجي موجودة في الأمام، وفي عنا عضلات posterior. بحكي لك ال anterior lateral abdominal wall اللي هو الجزء الأمامي تبع الابدومينال بول، بتكون عندنا من ايش؟ عندنا السكن اكيد، الفاشيا اللي هي بتيجي يا جماعه اللي بحط لنا حوالين العضلات بالاورجن، حكينا فور اللي هندك فور اللي هندك فور بيرز اوف ماسلز اللي هم حنحكي عنهم انتيريو لاترال ماسلز. ايش الفانكشن تبعت السكن والفاشيا والماسلز؟ بحكي لك اللي بروتكشن اوف فيسرا ان ابدومين اند موف ذا فيرتبرال اللي هندك كولوم. اول اشي بيحمي لنا الفيسرا الموجوده في الابدومين او الاعضاء الموجوده في بطننا اللي هو السكن والفيشيا والعضلات، هي تحمي لنا اياها وتحرك لنا الفيرتبرال كولوم. ايش هم العضلات اللي موجوده عندنا انتيريو لاترال؟ هم عندنا اربع عضلات، ريكتس ابدومينس، اكسترنال اوبليك، وانترنال اوبليك، وترانسفيرس ابدومينس. هسه هنحكي عن وحده فيهم. تمام، ريكتس ابدومينس زي ما حكينا يا جماعه هي العضلات اللي بتيجي بارلل للميدلاين. هسه هنحكي عن عضلة هي ريكتس ابدومينس اكسترنال اوبليك، وصبركم عرضكم. هسه ايش هذول وظيفة هذول انتيريو لاترال؟ بحكي لك اكشن فور اول اللي كومبريس ذا ابدومين، انديفيكيشن، يورينيشن، اند اللي عندك فورس اكسيليشن والشايلد بيث. هي الاشياء يعني اللي بتجبر انه البطن تبعنا يضغطه، سواء لما بدنا نعمل يورينيشن التبول او اكسيليشن او في عملية الولادة. بحكي لك اول فليكس فيرتيبرال كولوم اكسبت ترانسفيرس ابدومين، كلهم بيعملوا فليكس عندنا العمود الفقري ما عدا الترانسفيرس ابدومينس. تمام، وفي عندنا عضله موجوده ورا بوستيريال اسمها اللي هي كوادراتس اللي عندك لامبورم، وهي هاي العضله هي طلعوا موجوده عندنا بوستيريال، وما حنشرح عليها شيء يعني هيك، بس خلص موجود اسم، ممكن جزء خفيف تحت بس انا هيك بس مش زي الانتيريو لاترال. تمام، فنعيد هذول الجزء. حكينا في عنا انتيريو لاترال ابدومينال وول موجود عنا في البطن، بتكون عنا من ثلاث اجزاء، السكن والفيشيا والماسلز. الماسلز موجودة انتيريو لاترال اربعة، هم اللي هم الريكتس ابدومينس، اكسترنال اوبليك، والانترنال اوبليك، والترانسفيرس. اما البستيرا فيش عنا الا واحدة عضلة واحدة بنسميها كوادراتس لامبورم. وحكينا وظائف الانتيريو لاترال ابدومينال وول ايش هو؟ انه يحمي لنا الفيسرا والاعضاء الموجودة في الابدومين ويحرك لنا العمود الفقري. نيجي الاول عضله اللي حكينا ايش اسمها، اللي هي الريكتس ابدومينس. بحكي لك الاوريجين تبعها من وين موجود، من اللي هي عندك البيوبيك كريستو، البيوبيك سيمفيسيس، الانسيرشن، لور كوستال كارتيليج، والسيفويد بروسيس. تمام، من وين موجود الاوريجين تبعها يا جماعه؟ هاي موجود من هون، حلو، هاي من هون البيوبيك سيمفيسيس، واللي هي عندك الانسيرشن تبعها للسيفويد بروسيس ايش، والكوستال كارتيليج اللي هم الغضاريف الموجوده عندنا هون، الغضاريف، وعندنا الزيفويد بروسيس اللي هو موجود هون. بحكي لك لوكيتد وذين شيت، هاي نقطه خلوها لبعدين بوضح لكم اياها. تمام، هاي النقطه خلوها لبعدين. بحكي لك ران ان دايركشن بارلل تو ذا ميد لاين، هذا من اسمها عارفين المصطلحات اللي حفظناهم في البارت الاول اللي هي الريكتس اللي حكينا بيجي بارلل للميد لاين. هاي عندنا ريكتس ابدومينس. الاكسترنال اوبليك يا جماعه اللي هي بتكون اكثر اشي خارجي موجود، اللي هي الريكتس ابدومينس. تمام، او الاكسترنال، يا ربي، الاكسترنال اوبليك هي بتكون اكثر جزء خارجي. بحكي لك الاوريجين تبعها من اللور ريبس، الانسيرشن، الايلياك كريست اند ليني البا. هسه هنحكي عن الليني البا. تمام، فمن وين الاوريجين تبعها؟ اللي هو عندنا اللور ريبس الموجوده هون، الانسيرشن للايلياك كريست اللي هو جاي عندنا هون، وفي الليني البا الخط بيجي بالنص. وين موجود صورته الليني البا؟ هاي، هذا الليني البا يا جماعه. تمام، هذا خط بيجي هون بالنص، هذا الليني البا، هو الانسيرشن تبع الاكسترنال اوبليك ماسلز. هاي الانسيرشن اليك كريست اند ليني البا. كيف طريقة حركة الالياف العضلية فيها؟ بحكي لك رن فروم ابورد تو داونورد، طلعوا كيف حركة الالياف فيها، جاي زي هيك، نازلة نزول من الابورد تو داونورد ناحية الميد لاين، لأنه حكينا أصلا وين الانسيرشن تبعها عنا موجودة اللي هو اللينيا ألبا. هسا في عنا الانترنال اوبليك ماسلز اللي هي بيحكي لك الأوريجين اللي هو عندها تبعنا الإلياك كريست. تمام، اند اللي هي عندك اللي هي انجواينال ليجمنت، هنحكي عن الانجواينال اللي تحت، والإيش الإلياك كريست موجود عنا من هون،
هاي الانترنال اوبليك بتيجي اللي هي الاوريجين تبعها من هون، والانسيرشن بيكون طالع لفوق اللي هي حركتها تعتبر عكس الاكسترنال اوبليك من داونورد وتا ابورد. والانسيرشن وين؟ لا الكارتج في الاور ليب والليني قلب هون عكس، يعني الانترنال اوبليك عكس الاكسترنال اوبليك. برضه حركه الالياف فيها موجوده من داونورد تو اب وورد باتجاه الميد لاين. الترانسفيرسس ابدومينس تمام، الاوريجن تبعها برضه الالياك كريست اللي هي انجواينال ليجمنت والكارتج في الاور ليب، هاي ليمز هاي جمعتين لك كل اللي فوق. الانسيرشن تبعها اللي هو الزيفو الهيزيفويد اند ليني البا، هاي اكثر عضله بتكون موجوده عندنا لجوا، يعني هي الاكسترنال اوبليك اكثر وحده سوبرفيشال، بعدين عندنا الانترنال اوبليك، بعدين عندنا موجود الترانسفيرسس. تمام تمام نجي عندنا نراجعهم هذول اول شيء. دقيقه تعال نقرا اخر عضله اللي هي كان الكوادراتس لامبورم اللي هي عضله البوستيرير، الاوريجين تبعها الايلياك كريست برضو. ايوه هاي الايلياك كريست موجود الاوريجين تبعها، والانسيرشن برضو على اللور كارتريج، هاي الانسيرشن انفيرير بوردر اللي هو عندك تبع الضلع ال 12، والليش اللمبر فيرتبرا اللي هي الفيرتبرا الموجودة عندنا في منطقة اللمبر اللي هي منطقة البطن. الاكشن تبعها اللمبر فيرتبرا بتعمل لاترال فليكسيشن زي ما هو موضح لك في الصورة. تمام هاي وظيفة اللي هي كوادراتس لامبورا. فنعيد عندنا العضلات اللي هم الانتيرير والبوستيرير، كان الانتيريو لاترال فيهن اربع عضلات اللي هي الريكتس ابدومينس، اسمها ريكتس معناته جاي برا للميد لاين، الاوريجين تبعها من البيوبيك كريست والبيوبيك سيمفيسز، والانسيرشن وين موجود في السيمفويد بروسس واللور كوستال كارتليج. في عنا الاكسترنال اوبليك هي كان اكثر عضله سوبرفيشال، الاوريجين تبعها من اللور ريب، والانسيرشن وين يا جماعه؟ في في الايليك كريست والليني البا، والدايركشن تبعها من الابورد تو داونورد. عكس عندنا ايش الانترنال اوبليك، انه الاوريجين تبعها من الايليك كريست او اللي هو برضه من الانباين ليجمنت. تمام والانسيرشن تبعها كارتج فلاور ريب واللينيا البا، ران فروم داونورد تو ابورد. وفي عندنا الترانسفيرسس ابدومينس اللي هي كان هي اكثر عضله بتكون عندنا ديب وموجوده جوا، الاوريجين تبعها جامعتين من كل اللي فوق اللي هو الايليك كريست والكارتج فلاور ليب والانجواينال ليجمنت. هسه هنحكي تحت عن الانجواينال ليجمنت، والانسيرشن تبعها اللي هي زيفويد والليني البا اللي هي الاشياء موجوده عندنا وين؟ ميد لاين. هي اشياء موجوده وين؟ في الميد لاين يا جماعه. الكوادراتس لامبورا حكينا الاوريجن تبعها من الايليك الاوريجن من الايليك كريست، والانسيرشن موجود عندنا الانفيرير بوردر واللمبر فيرتبرا، الاكشن تبعها تعمل لنا يونيفلكسيشن او لاترال فلكسيشن مش يونيفلكسيشن. تمام هسه بحكي لك هون يا جماعه ان ريكتس ابدومينس بحكي لك في عندها ايش، في عندنا فايبرس باند اللي هي الانتر اللي هي عندك انتر سيكشن اللي هي التندنس انتر سيكشن. شو بحكي لك مقسمتين العضله، في وحده موجوده على مستوى الامبليكال اللي هي عندك على مستوى الصره، في واحد موجود على مستوى الزيفود بروسس، وفي عندنا واحد موجود في النص. هذولا اللي هم اللي هو يا جماعه هي السكس باك يعني اللي بتكون بتتدرب عليها معده في الجيم، هاي هي العضلات تبعت الريكتس ابدومينس. تمام بحكي لك مقسمت لنا اياها واللي هي بتقسم لنا العضله ايش هو، عباره هي الريكتس ابدومينس مسلز از كروست باي 3 فايبرس باند كولد تندنس انترسكشنز، هي اللي بتقسم لنا العضله ل هون لاقسام. واحد بحكي لك وان از لوكيتد ات ذا ليفل اوف ذا امبليكاس اللي يعني مستوى الصره، وان ات ذا اند اوف ذا اللي عندك اوف ذا سيفويد بروسيس موجود فوق، اند ذا ثيرد از لوكيتد ميد واي بتوين تو، والثالث موجود عندنا بين اللي فوق واللي تحت. يعني جزئيه بسيطه بس انه خلص في عندنا فايبرس كونكتيف تيشو هو فصل لنا الريكتس ابدومينس عندنا لثلاث اقسام. هسه يا جماعه هاي شغله الريكتس شيت اللي حكيت لكم عنها وحكينا نفشقها من فوق. شو هي ريكتس شيت؟ هسه مش حكينا يا جماعه هي عندنا الترانسفيرسس ابدومينس، هي حكينا هي اكثر شيء جوا، بعدين عندها انترنال اوبليك وفي عندها الاكسترنال اوبليك. حلو حلو بحكي لك هذول يا جماعه طريقه التندن تبعها ايش هو اللي هو ابنيوروسيس. طب انت يا يزن شو معنى ابنيوروسيس؟ ضلك تحكي لنا ابنيوروسيس زي ما حكينا يا جماعه موجود في البارت الاول، الابنيوروسيس يعني فلات تندن. تمام هاي فلات تندون هاي فلات تندون هاي فلات تندون، بحكي لك هذول الجيات من الجنب زي ما وضحنا وين الاوريجن والانسيرشن تبعت الترانس اللي هي ترانسفيرسس والانترنال والاكسترنال، الثلاث جيات مع بعض وحكينا كلهم وين بيلتقوا، حكينا بيلتقوا في الميد لاين اللي هو اللينيا البا. شو هذول بيجوا بيلاقوا معهم عضله ايش؟ الريكتس ابدومينس. طلعوا يا جماعه
لما يجوا الثلاثة مع بعض بيلاقوا الريكتس ابدومينس، فهم بيلفوا حواليها. لما يلفوا حواليها بيعملوا زي شيتس، اللي تمام بيعملوا زي شيتس وبحطوها فيها، فبتصير عندنا الريكتس ابدومينس موجودة جوا ايش؟ موجودة جوا شيتس. وبرضه لما يجوا العضلات من اليمين او التندم تبعات الاكسترنال والانترنال ترانسفيرسس ويعدوا من الريكتس شيتس، سواء يمين من هون وشمال من هون او عكس، لا من هون اليمين، لما يجي اليمين والشمال يلتقوا مع بعض هو اللي حيسوي عنا برضو اللينيا قلبة اللي حكينا، الخط الموجود بالنص. تمام؟ فزي ما حكينا الانترانسفيرسس والانترنال والاكسترنال اوبليك عندهم ايش؟ بنيوروسس، بنيوروسس تندون يعني فلات. فالثلاثة لما يلتقوا مع بعض هو حيعملوا شيت ويحطوا لنا الريكتس ابدومينس، ولما يجوا من اليمين والشمال لما يلتقوا هيك مع بعض ويتكاثفوا في منطقة واحدة حيسووا عنا اللينيا قلبة. نيجي نشرحها. هي بحكي لك الريكتس شيتس اللي هي حكينا هي الموجودة في هاي الجزء، حكينا ايش؟ لوكيتد وذين شيت، انها بتكون موجودة جوا شيت ومحاط فيها. بحكي لك فورد اللي هي فروم ابنيوروسس واكسترنال اوبليك انترنال اوبليك اند ترانس اللي هي ترانسفيرسس ابدومينس مثلا، بكونها عندنا الاكسترنال اوبليك والانترنال اوبليك والترانسفيرسس ابدومينس. فكانت it encloses the rectus abdominis muscles، هي اللي بتلف لنا حوالي ال rectus abdominis muscles. اللينيا قلبة بحكي لك it's the fibrous connective tissue band extend from the xiphoid process to the pubic symphysis، هو بكون ممتد عنا xiphoid process عنا لوين؟ للبيبك symphysis. هو حكينا بتكون عنا right and left rectus sheets meet the and the midline forming it. كان rectus sheets اللي هو أصلا بتكون من عنا من ال neurosis تبعت ال internal external oblique، وهيعون الريكتس شيت والريكتس شيت تبعت اليمين والشمال لما يلتقوا مع بعض هم اللي حيصوا عنا اللينيا قلبة. نجي نحكي هالساعة عن الايش؟ الانجوينال ليجمنت. بحكي لك run from the anterior superior iliac spine to the اللي عندك pubic tubercle، موجود عنا من الإليك سباين لحد ما يجي عنا اللي هي بيوبيك تيوبيركل. شو هذا يا زن الانجوينال ليجمنت؟ بحكي لك فورمد باي ذا لور فري بوردر اوف اكسترنال اوبليك ابنيوروسس، وبكون موجود من الجزء الابنيوروسس تبع الاكسترنال اوبليك وجزء السفلي تبعها. هي طلعوا يا جماعه هي الانجوينال ليجمنت موجود مع الابنيوروسس تبع الاكسترنال اوبليك. حلو حلو. عندنا يا جماعة فوق اللي هي عندك بيجي ميدل وسوبيريور للإنجوينال ليجمنت في عندنا إشي اسمه إنجوينال كنال. تمام؟ هاي الإنجوينال كنال، هاي عندنا الأحمر هذا هو هذا الإنجوينال ليجمنت، وهون عندنا الإنجوينال كنال. هاي الإنجوينال كنال يا جماعة فيها فتحة خارجية وفيها فتحة داخلية. شوف الصورة قبل، في عندنا فتحة خارجية هون، وفي هيها هاي فتحة الخارجية، وفي عندنا هون فتحة داخلية ديب رينج. تمام؟ هسه هم شرحوا لك عن السوبرفيشال رينج اللي هي موجوده بتكون خارجيه، هاي بتيجي على شكل تراينجولر وبتكون بالابنيوروسس زي ما احنا وضحنا هون. هاي طلع وين موجوده؟ نمحي هاي اللي هون، نغير لون للاخضر. تمام؟ هاي عندنا هون اللي هو عندنا الابنيوروسس موجود فيها الفتحه الخارجيه، هاي سوبرفيشال انجوينال رينج. وفي عندنا دي برينج بتكون موجوده لجوه زي ما هم فرجينا بالصور اللي هون، كانت الدكتوره حاطه صور حكت مش مطلوب بس عشان تعرفوا ميزوها. فنقرا هسه عندنا الانجوينال كانال. بحكي لك انجوينال كانال كونتنت، بحكي لك ان ميلز انجوينال اللي هي بتحتوي على اليو انجوينال نيرفز اند اللي عندك سبرماتيك كورد. سبرماتيك كورد يعني بيكون في اكثر من ليمفاتيك وشوية أشياء موجودة فيها مش مطالبين في ال وفيسلز ونيرف مش مطالبين يعني المكونات تبعت السبير اللي هي عندك سبيرماتيك كورد. في عنا إن فيميلز بيكون موجود فيها برضو نفس الإشي إليو إنجوينال نيرفز أند راوند ليجمنت أوف يوتيراس، بيكون موجود فيها ليجمنت بيتصل مع الرحم. تمام؟ وهنا بديت بيحكي لك عن الفتحات تبعات الانجوينال كنال. في عنا انجوينال رينج اللي هو في عنا سوبرفيشال وديب زي ما وضحنا في هاي الجزئية. هاي طلعوا نمحي لكم هون، هاي حكينا في عنا سوبرفيشال وفي عنا ديب رينج. بحكي لك السوبرفيشال انجوينال رينج the outer opening of the inguinal canal triangular زي ما هي واضحة هاي الصورة أكثر in the epineurosis برضو زي هاي الصورة. بحكي لك located superior to the middle end of the انجوينال ليجمنت، بحكي موجودة سوبيريور للنهاية الميدل تبعت الانجوينال ليجمنت. كان عندنا هاي الانجوينال ليجمنت والكنال هي موجودة سوبيريور وميدل لإله.
هسه بحكي لك ممكن يصير مرض موجود عندنا في هاي الانجواينال كانال اللي اسمه انجواينال هيرنيا. شو هذا اللي بصير؟ بحكي لك هاي الفولكمان اللي هندك الفولكمان انجواينال كانال، هاي منطقه كثير ضعيفه، تمام؟ عشانها كثير ضعيفه ممكن عندنا جزء من سمول انتستين يطلع منها، فهذا الجزء من السمول انتستين لما يطلع بنسميه انجواينال هيرنيا وما بتعالج غير بجراحه. فيو ايش بحكي لك؟ اتس بروتروجن ابارت اوف سمول انتستين دو ذا رابتشر اور سبريشن انجواينال اريا. بصير عندنا مثلا مزع في الانجواينال كانال او الانجواينال اريا. بحكي لك كومن ان ميلز اند از ذي هاف لارج انجواينال كانال اند اتس ويك اريا ان ذا ابدومينال وول. فبحكي لك هي اكثر شيوعا عند الرجال لانه منطقه الانجواينال كانال موجوده بتكون كبيره في عند الرجال. وايش؟ ولأن حكينا الانجواينال كانال هي منطقة ضعيفة فبصير ممكن فيها رابتشر بسهولة وبتنمزح. كيف علاج هاي اللي هي الانجواينال هيرنيا اللي هي السيرجيكال ريبير اللي ايش؟ بحيث اني بعالجها بعملية جراحية. نرجع نعيد اللي شرحناه من هون بشكل سريع. زي ما حكينا يا جماعة ركتس ابدومينس حكينا موجود ايش؟ within the sheath. هاي الشيث كيف بتتكون؟ حكينا بتتكون من الفلات اوبنيوروسيس تبع الاكسترنال والانترنال اوبليك، اكسترنال والانترنال اوبليك والترانسفيرس اوبليك. لما يتكونوا مع بعض الفلات اوبنيوروسيس تبعتهم حيتصلوا وحولين الريكتس شيت ويعملوا لنا اياها ويحطوا لنا اياها. بعدين الريكتس شيت لما تيجي من اليمين والشمال حتعمل لنا دنس فايبرس كونكتيف تيشو باند، هذا الاشي اسمه الليني البا. وحكينا الليني البا بتصل عنا من الزيفويد بروسيس للبيبك سيمفيسيز. بعدين انتقلنا لإشي اسمه الانجواينال ليجمنت او الانجواينال كانال. حكينا الانجواينال ليجمنت هو بكون موجود من الاوبنيوروسيس تبعت الاكسترنال اوبليك ورنز فروم ذا انتيرير سوبيرير ايليك سباين تو ذا بيوبيك تيوبيركل اللي هو في هاي الصوره موجود هون. هذا هو الانجواينال ليجمنت، حكينا بيجي من الايليك سباين للبيوبيك تيوبيركل. وفي عنا ميدل سوبيريير للانجواينال ليجمنت في عنا اشي اسمه الانجواينال كانال. كان الانجواينال كانال فيها فتحتين سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال حكينا برضه موجوده في الابنيوروسيس بتكون على شكل تراينجولر وموجوده ميديال سوبيريير للانجواينال ايش ليجمنت. وحكينا في عنا الانجواينال نيرف اند سبيرماتيك كورد للميلز. وفي عنا فيميلز بيكون موجود فيها ايش هو الانجواينال نيرف اند راوند ليجمنت اوف يوترس اللي هو للرحم. كان ممكن يصير عندنا مرض او يعني خلل في الانجواينال كانال اللي هو ايش اسمه انجواينال هيرنيا اللي هو جزء لما يطلع من الامعاء الدقيقه يطلع في الانجواينال كانال وبنعالجه في السيرجيكال تريتمنت عمليه جراحيه. هسه نروح لايش؟ للمسلز تبعات اللي بتساعد في البريثنجز موجوده في الثوراسكس. دقيقه بس نشرب مي. هاي هون هسه نحكي يا جماعة عن العضلات الموجودة عندنا في الثوركس اللي هي بتساعد موجودة في الصدر بتساعد في عملية البريثينجز، تمام؟ اللي هي عملية التنفس. عندنا عضلتين مهمات اللي هم الدايفرام والانتركوستال ماسلز. هذول العضلات بيساعدوا زي ما حكينا بالبريثينج. بحكي لك اكشن شو بيعملوا؟ changing the size of the thorax and help in ventilation، بغيروا حجم الصدر سواء في الانهيليشن او الاكسهيليشن اساس يساعدونا في عملية التنفس. فهنا بس يعني مراجعة الخفيف، inspiration اللي هي التنفس نفسها الانهيليشن، expiration نفسها الاكسهيليشن اللي هو الشهيق والزفير. هسا نحكي عن الدايفرام. بحكي لك most important muscles of respiration، هي اكثر عضلة مهمة موجودة عندنا في الريسبيريشن على شكل دوم. بحكي لك هاي نشرح الصورة، نجي هون الصورة بتوضح لنا كل اشي يا جماعة. بحكي لك اول اشي شكلها دوم على شكل قبة، تمام؟ بتكون مسلز التندنس. ايش هاي؟ بتتكون من جزئين يعني من مسل وتندن. وين جزئية المسلز؟ دقيقة، هاي جزئية المسلز وفي عنا جزء تندن اللي هو موجود عنا في النص، تمام؟ هاي بتتكون من هيك وشكل دوم تبعها اللي عندك هي مسكولو تندنس سبريت فروم ذا ثوراسكس اند الثوراكس اند ابدومن. تفصل لنا عنا الصدر فروم اللي عندك من منطقة البطن. هاي شايفين كيف هون عنا منطقة الصدر وهون منطقة الابدومن. الفاصل بيناتهم عنا الدايفرام. تكون من جزئين من اسمها حكينا اللي هو السنترال تندون وبريفرال ماسلز. بريفرال ماسل فايبر السنترال تندون اللي هو بحكي لك سترونج ابنيوروسيس برضه فلات اللي عندك سيرف از ذا تندون فور انسيرشن فور ماسكولار بارت اللي هو اكيد بيعمل عندنا زي ما كان للانسيرشن تبعت المسلز. يعني المسلز بتكون جاي زي هيك بصير عندنا انسيرشن للابنيوروسيس تندون الموجود عندنا هون.
هسه بحكي لك الدايفرام بحكي لك it diffuses with the inferior surface of pericardium واللي عندك اللي هي برايتال بلورا اللي هو بكون عندنا جاي من فوق البريكارديوم اللي هو الغشاء اللي بيحط لنا الكارديوم اللي هو القلب والبلورا اللي هي الغشاء اللي بيحط لنا ايش اللنج تمام. فهو بيجي انه مكملهم من فوق حتى انه اللنج بصير لها ريست عليه شو اسمه للدايفرام يعني الرئه بتكون مريحه اصلا على الدايفرام. فهون بحكي لك diffuses with the inferior surface of pericardium اللي هو external covering of the heart وفي عنا اللي هو البري اللي هي برايتال بلورا external covering of the lung. الأوريجين تبع الدايفرام بيكون موجود يا جماعة من هون شايفين كل المكان المحاوط فيه هاي العضلة بيكون هو الأوريجين تبعها. فبحكي لك الأوريجين from the xiphoid process inferior six ribs and their costal cartilage lumbar vertebra and their disc and the اللي هو عندك اللي هي 12 rib تمام. فمن وين كل اللي هي عندك الاوريجين تبعها شايفين كل في كل المنطقه من كل مكان. فهي زي فويد بريسس من النص انفيرير 6 ريبس اند ذير كوستال كارتليج لمبر فيرتبرا والديسك تبعهم. الانسيرشن وين حكينا السنترال تندون هاي النقطه عدناها انه الاوريجين موجود من هون والانسيرشن تبعنا اللي هو السنترال تندون. مين اللي بغذي لنا عندنا الدايفرام اللي هو عندنا الفيرنك نيرف. حلو هسه الدكتوره هنا كانت تحط الاعصاب يعني بتذكر وقتنا مش انه فاخرة بالاشي بس وقتنا كان يدرسنا دكتور اسمه راشد جومرد كان يعطينا العصب والبلاد فيسلز والنيرف اللي بتغذي لنا كل عضلة. فكان يعني صعب الموضوع زيادة دكتور توفى الله يرحمه يا رب. الاكشن تبعت الدايفرام ايش حكينا بتعمل لنا بتساعد بعملية الايش في عملية الريسبيريشن بس هي بتساعد اكثر شيء بعمليه الانهيليشن. ليش بحكي لك انه ميك ذا فلور اوف ذا ثوركس بالسنترال تندون انفيريرلي اند ذا انكريز فيرتيكال لينث اوف ذا ثوركس ان انهيليشن. بحكي لك العضله لما يصير لها كونتراكشن هاي شايفين هون دقيقه امحي بحكي لك هون العضله لما يصير لها كونتراكشن هاي العضله من هون بيسحبوا عنا السنترال تندون لتحت. هذا الاشي حيزيد مساحه الصدر الثوركس فهو بيسحب الهواء ويزيد المجال للهواء تبعنا يدخل بزياده فبيساعد عمليه الانهيليشن. بحكي لك عنا الدايفرام في 3 اوبننجز تمام هيو هو اكثر من اوبننج بس ايش في 3 اوبننجز موجوده. في عنا الاورتيك هياتس في عنا الايزوفيجيال هياتس وفي عنا الفرومن فور فينا كافا اللي هي برضو اسمها الكافا الاوبننج. هاي نجي عنا على وحده وحده. في عنا اللي عندك الاورتيك هياتس هي الموجوده هون تمام هاي زي هيك بمر منها ثلاث اشياء اللي هي بنسميها الاورتا اللي هو من اسمها الاورتيك هياتس اللي هو الشريان التاجي بمر منها الايزيجس فين وبمر منها اللي هي الثوراسيك دكت. حلو حلو بمر منها ثلاث اشياء اللي هي عندك الاورتيك هياتس مطلوب هون. انا دائما قعدت بفشق الصور في دراستي يعني بس هاي حطيت لكم احمر انه مهمات. في عنا الانفيرير فينا كيفا او اللي هي كافال اوبننج من اسمها بس بمر فيها الانفيرير فينا كيفا. اما الايزوفيجال هياتس بمر منها شغلتين اللي هو الفيجس نيرف والايزوفيجس. الفيجس نيرف اللي هو العصب العاشر تبعت الكرينيال نيرف وهو العصب الوحيد اللي بمر من الكرانيال نيرف وبنزل للبطن والصدر تمام. اما كل الكرانيال نيرف يعني بس بوقف لمنطقة الوجه تمام. اما باقي العضلات او باقي جسمنا بيجي من الاعصاب من السباينال كورد. اما الوجه يعني تقريبا كل الكرانيال نيرف بس للوجه. اما هذا هو العاشر هو الطاشش من الاعصاب هو اللي بنزل لتحت للرئة وللبطن وزي هيك. فنعندي يا جماعة عن الدايفرام هكان الدايفرام هو أهم عضلة موجودة عندنا في الريسبيريشن. شكلها على شكل قبة تتكون من جزئين تندون ومسلز تمام. التندون هو الانسيرشن والأوريجين تبعت الدايفرام حكينا أجزاء كثيرة زي فويد بروسيس اللمبر فيرتبرا والإنفيريا سكس اللي هي عندك ريبس. حلو حلو هكان أهم إشي للدايفرام إنه بفصل لنا بين الثوركس والأبدومين بفصل الجزئين عن بعض. وإيش كمان قرأنا حكينا هو بكون جاي من فوق من البريكارديوم والبلورا. بريكارديوم اللي هو حكينا الجزء اللي بغطينا الاكسترنال كفرنج اوف ذا هارت والبلورا اللي هو الاكسترنال كفرنج اوف لنج. الانيرفيشن تبعت الدايفرام اللي هو الفيرنك نيرف حكينا ايش بتعمل لنا كيف بتشتغل الدايفرام اللي هو بصير عندنا كونتراكشنال ماسلز فبالتالي بيسحب التندون لتحت. لما يسحب التندون لتحت الثوركس بزيد المساحه تبعته فبالتالي بيساعد على الانهيليشن.
كان في موجود ثلاث فتحات للديفرام. في عنا الأورتيك هياتس اللي بتتكون من اللي هي أزاجياس فين، ثوراسيك داكت وأورتا. في عنا الانفيريور فينا كافا اللي الكافال أوبنينج بمر فيها العص اللي هذا الانفيريور فينا كافا. وفي عنا الإيزوفيجل هياتس حكينا بمر فيها جزئين مهمات اللي هو الفيجس نيرف والإيزوفيجس. نيجي للجزء الثاني عنا من العضلات الموجودة في الثراكس بتساعد في عملية البريثينج اللي هو عنا الانتركوستال ماسلز. هذول الانتركوستال ماسلز فيهم ثلاث أجزاء، في عنا إكسترنال انتركوستال، في إنترنال انتركوستال، وفي ترانسفيرس اللي هي عندك ثراكس. الانيرفيشن تبعتهم اللي هو عنا الانتركوستال نيرفز. حلو، نيجي نشوفهم زي هون هيطلعوا. في عنا الاكسترنال انتركوستال هي موجود زي هيك، الانترنال انتركوستال تكون هيك الدايركشن تبعهم، هسه هنحكي لتحت. وفي عنا الترانسفيرس اللي هي الموجود لجوه، هو اكثر شيء الترانسفيرس سواء جاء موجود في الابدومن او في عنا وين موجود او موجود في الانتركوستال ماسلز. هسه نحكي عن وحده وحده فيهم يا جماعه الخير. عندنا الاكسترنال انتركوستال هي اكثر عضله سوبرفيشال زي ما هي موضحه هون بالصوره، ران اوبليكلي اند انفيريرلي اند انتيريرلي. طلعوا كيف تنتير انفيرير اند انتيرير، نازله لتحت ولقدام. تمام بحكي لك الاوريجين تبعها والانسيرشن تبعها. الاوريجين بحكي لك انفيرير بوردر اوف ذا ريب ابوف، والانسيرشن بوردر اوف ذا ريب بيلو. فاللي وين الاوريجين تبعها؟ من هون الاوريجين، والانسيرشن هون. حلو، فالحركه تبعتها كيف؟ انه من انسيرشن لايش؟ للاوريجين. فبالتالي بتساعد في عمليه ايش؟ الانهيليشن، لانها ايش؟ بترفع العضلات او الريبس لفوق، فبالتالي بتوسع القفص الصدري، فحيصير عندنا ايش؟ عمليه الانهيليشن مثل الدايفرام. فهي بحكي لك الاكشن كونتراكشن اليفيت ذا ريب دورينج انهيليشن، لانه احنا حكينا الاوريجين من فوق والانسيرشن تحت، فبالتالي حيتتحرك لفوق، حيتوسع عندنا القفص الصدري، فبالتالي بتساعد بعمليه الانهيليشن. الانترنال انتركوستال عكسها، بحكي لك هيو ديب تو اكسترنال انتركوستال منطقيه، ماسلز فايبر ران اوبليكلي انفيريرلي اند بوستيريرلي، عكس اللي انت عكس الاكسترنال اوبليك لانها كانت ران انتيريرلي. بحكي لك فروم سوبيريور بوردر اللي هي عندك بلو ذا انفيريور بوردر اوف ذا ريب ابوف. تمام، بحكي لك الانسيرشن تبعها من فوق من هون لتحت، من هون لتحت، فبالتالي ايش؟ حتتحرك لها زي هيك، حتقلل مساحة القفص الصدري، تتحرك زي هيك، فحتقلل مساحة القفص الصدري، فبالتالي حيصير عنا عملية الاكسهليشن. تمام، هاي نرد نراجع اللي هي بحكي لك الاوريجين تبعها from the superior border of the rib below to the inferior border of the rib above، وبالتالي تساعد عملية الإكسيليشن. act through adjacent rib together force exhalation، وبالتالي هتساعد عملية انه الربس يتضموا على بعض ويصير عندنا exhalation وبتصير عملية الزفير. الترانسفيرس ثوراسيكس بحكي لك ديب، اكثر وحدة ديب، بحكي لك run as internal intercostal مثل الانتركوستال اللي هي هون يا جماعة، ونفس السيم اكشن بتساعد في عملية الإكسيليشن. تمام فنرجع الانتركوستال، حكينا الانتركوستال ماسلز في عنا ثلاث عضلات، في الاكسترنال انتركوستال، انترنال انتركوستال، والترانسفيرس ثوراسيكس. حكينا الاكسترنال انتركوستال بتساعد بعملية الانهيليشن لانه الاوريجين تبعها والانسيرشن، بحيث بخلي الثوراسيك تبعنا يتوسع، فبتساعد في عملية الانهيليشن. اما الانترنال انتركوستال حكينا، والترانسفيرس ثورا اللي هي عندك ثوراسيك بتساعد في عملية ايش؟ بتساعد في عملية الإكسيليشن لأنه بتقلل حجم القفص الصدري، فبصير عنا إكسيليشن بسهولة. هسا بدنا نحكي عن جزئية، خلص خلصنا المحاضرة. بحكي لك muscles of the pelvic floor that support the pelvic اللي هي عندك بسرة and function as a sphincter. بحكي لك في عنا موجودة عضلات هون موجود بالبلفيك تحت، في عنا هذول العضلات شو بيعملوا؟ بيشتغلوا زي السفنكتر، هم اللي بيتحكموا عنا بالاوبننج الموجودة تحت. بحكي لك في الميل بتحكم عنا في اليوريثرا في الانوريكتال جنكشن، بالفيميل بتتحكم في اليوريثرا والانوريكتال جي اللي هي عندك جنكشن، والفاجينا اللي هي بكون عنا الفتحات اللي تحت. هم بيعملوا هذول العضلات از سفنكتر، يعني انه بيتحكموا بالفتحات سواء بيضيقوها او بيفتحوها بزيادة. تمام، بحكي لك ليفيتر اني ماسلز از ذا مين ماسلز اسيستد باي اللي هي كوكسيجيس ماسلز. في عنا هاي العضلة اللي هي اسمها ليفيتر اني ماسلز، موجود معها اللي هي عضلة هاي الكوكسيجيس ماسلز، هاي دقيقة، هاي عضلة الكوكسيجيس ماسلز. تمام، ها
هذول يا جماعة هم موجودات في الفلور تبعت إيش البلفيك. بحكي لك مع الكونكتيف تيشو اللي حواليهم زي هيك بيعملوا لنا إيش، بيعملوا لنا إشي اسمه بلفيك دايفرام، زي الدايفرام اللي كان يفصل مثلا الثوراكس عن الأبدومين، هذا حيفصل لنا الأبدومين عن البلفيك، فبنسميه إيش اللي هي عندك بلفيك دايفرام. هاي بحكي لك with the surrounding connective tissue بصير عنا إشي اسمه بلفيك دايفرام. بحكي لك مثل زف اللي هي بيرينيوم. شو هي البيرينيوم؟ هي المنطقة الموجودة تحت إيش، تحت الدايفرام موجودة. هي بيرينيوم is the region of the trunk inferior to the pelvic diaphragm. بحكي لك between the thighs، بتكون موجود بين الفخذين، وبتحكي لك بيجي على موجود على شكل دايموند زي هيك، هاي شايفين هون. بحكي لك في فيها عضلات superficial and deep group of muscles، هذول العضلات مش مطلوب حفظهم، دكتورة حكت بس انك تشوف الشكل تبعهم، بتعرف بس انه في عندنا سوبرفيشال وديب جروب اوف ماسلز. حلو، نرد نراجع هاي الجزئيه البسيطه الخفيفه. حكينا في عندنا البلفيك فلور اللي هو موجود تحت، في عندنا عضلات، هاي العضلات بتعمل لنا بتحمي لنا البسره، بتعمل از سفنكتر، بتتحكم في الاوبننج. تمام، في عندنا عضلتين مهمات اللي هي الليفيتر اني ماسلز ومعها الكوكسيجيس ماسلز مع الكونكتيف تيشو اللي حواليهم، هذا اللي حيساعدنا نعمل إشي اسمه بلفيك دايفرام. البلفيك دايفرام حكينا بتكون عضلة الليفيتر اني ماسلز والكوكسيجيس ماسلز. هذا البلفيك دايفرام في تحتيه منطقة اسمها البرينيوم، هاي المنطقة موجودة عندنا بين ذا ثايز وعلى شكل دايموند، وفي عضلات سوبرفيشال ديب جروب اوف ماسلز، وهذول العضلات ايش مش للحفظ. هيك يا جماعة خلصنا هذا البارت الثاني. ضل البارت الاخير اللي هو بيحكي لنا عن عضلات تبعات البنديكولار اللي هو من الابر ليمب واللور ليمب. تمام، حنخليه بارت ثالث، هو في حفظ الزيادة، فجهزوا حالكم كاست النسكافيه تبعتكم وبس. يعطيكم العافية، اي سؤال جاهزين.